السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكل مشاهدينا وحلقة جديدة من برنامجكم بيت دعاء. طول عمر تراثنا الإسلامي مليان قصص وحكايات، سواء في القرآن الكريم أو السيرة النبوية أو الصحابة والتابعين، وحتى بعد جيل التابعين هتلاقي الصالحين في كل زمان ومكان ليهم قصص بتروى عنهم. الحقيقة إن طريقة تعاملنا مع القصص دي بياخد شكل قصص ما قبل النوم، اللي هو كان يا مكان يا سعد يا إكرام، ونحكي قصة لأجل الحكي، أو نعتبر إن الناس دي خارقة وبالتالي مستحيل نستفيد منهم لأن هم مش شبهنا، دول خارقين. والحقيقة إن الموضوع لا كده ولا كده، محتاجين نعيد الاستماع للقصص، لقصص الصالحين بودان مختلفة، ومحتاجين فعلا نتدبرها. برحب مرة تانية بضيفنا الشيخ، برحب بالشيخ أحمد المالكي ضيفنا من علماء الأزهر الشريف. ما هو مرة تانية وثالثة كل يوم بقى معايا الشيخ أحمد. برحب بيك يا شيخ أحمد، أهلا وسهلا. الله يكرمك يا رب ويسترك ويسعدك يا رب. يا رب استر واستحل. الحمد لله، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا مولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد. اللهم لا حول ولا قوه الا بالله، اللهم لا حول ولا قوه الا بالله، اللهم لا حول ولا قوه الا بالله، تمم اللهم ما به بداتنا ولا تسلبنا اللهم ما اعطيتنا، اللهم امين. امين. قصص القران قصص ملهمه، بتخلي الانسان في وضع ثبات وفي وضع فيه زياده الايمان. وبتلاقي سبحان الله العظيم، لما الواحد عارفه لما يكون حزين او في كرب ولا حاجه، فبيقول له تعالى بس هقول لك حاجه، ده كان في واحد صاحبي حصل معاه مش عارف كذا كذا، فيبدا يهدي الناس بقصه معينه حصلت. فمالنا باللي بيحكي القصص دي رب العالمين سبحانه وتعالى. احنا هنلاقي تلتين القران كله قصص، بيحكي القصص. قصص ده كان اول حاجه هو بيثبت فؤاد سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام، وافئده الصحابه، وافئدتنا من بعد الصحابه الكرام رضي الله عنهم. يعني أنا عاوز أحكي لك مثلا، أضرب لك مثال. في يوم من الأيام سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام طالع من حرب اسمها غزوة الخندق في أواخر 4 أو سنة 5 هجرية على الخلاف يعني. وبدأ سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام بقى رايح عاوز يعمل عمرة، فرايح في سنة 6 هجرية، فرايح سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة. وبعدين وهو رايح خايف ان قريش تصد النبي عليه الصلاه والسلام عن البيت الحرام. طب نعمل ايه؟ فيجي النبي عليه الصلاه والسلام يروح قايل رايح لجهينه ومزينه وغفار واشجع والديل واسلم، يقول لهم ممكن تخرجوا معانا؟ فليه؟ هو انا رايح معتمر، انا مش رايح قاصد حرب، انا مش رايح حارب، بس انا رايح معتمر. وساق النبي صلى الله عليه وسلم الهدي، الابل بقى معاه اللي هيذبحها عليه الصلاه والسلام. وتعالوا يا جماعه نروح. ومع ذلك قالوا بقى ايه، يتعللوا ببعض الحجج الواهيه. فالقران نزل سوره بتوصف المشهد ده، فيقولوا لهم معلش اصل بيوتنا بقى والحكايه والروايه، ومعلش يا رسول الله سامحنا بقى المره دي واستغفر لنا وبتاع. فبدا النبي عليه الصلاه والسلام يغضب، يزعل النبي صلى الله عليه وسلم، ومن حقه انه يزعل. انا بقول لكم تعالوا بحيث لو قريش صدتنا وحصل قتال يبقى احنا انتوا في ظهرنا. فالقرآن يوصف المشهد ده، يقول سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا، يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم، قل فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا بل كان الله بما تعملون خبيرا إلى آخره، بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهلهم. راح النبي فعلا قريش صدته عن البيت الحرام في مكان اسمه صلح الحديبية. صلح الحديبية نصها خارج الحرم ونصها في الحل. قبل ما يدخلوا الحرم فقالوا وقفوا هنا ما حدش يدخل. طب هنعمل ايه؟ خلاص. فالمهم حصل صلح ما بين النبي وبين قريش، اللي هيجي مسلم من قريش للمسلمين دخل في الاسلام يرد، واللي من المسلمين يروح لقريش لا يرد، ومش هتدخلوا المسجد الحرام هذا العام. والمهم تم الصلح وبتاع، ورجع النبي صلى الله عليه وسلم. في الوقت ده الصحابه زعلانين، ما احنا مقطعين المسافه دي كلها ونفسنا ندخل مكه بعد الانقطاع الطويل ده، وفي الاخر نرد. فقلبهم في حاجه، وهم ماشيين يا استاذه دعاء وراجعين كده، واذ بالله عز وجل يبشر النبي والصحابه بما سيحدث بعد حوالي شهرين او اقل من شهرين. طب ايه اللي هيحصل يا رسول الله؟ يحكي له ويقول له خلي بالك انتوا بعد شهرين هيبقى في غنائم كتيره هتاخدوها،
والجماعة المنافقين دول الذين تخلفوا عنك وانت قلت لهم تعالوا جهينة ومزينة والديل وأسلم وغفار وأشجع والجماعة دول تعالوا معنا فمرضوش، وقعد يقول لك بقى أموالنا وأهلين. طب إيه رأيك انتوا هيجي لكم أموال وهيجي لكم غنائم، فهيقولوا لكم ما تاخدونا معاكم، فهم هيقولوا لكم كده، فانتوا هتردوا تقول لهم لا 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 ما انتوا مش هتخرجوا معانا، هتقولوا لا انتوا مش عاوزين بقى نخرج معاكم عشان ما ناخدش من الغنائم، يعني انتوا جماعه بتحقدوا علينا وبتحسدونا وبتاع وما الى ذلك. القران يقول الكلام ده، ينزل ايه على النبي عليه الصلاه والسلام في نفس الصوره، سوره الفتح دي، سيقول المخلفون اذا انطلقتم الى مغانم لتاخذوها ذرونا نتبعكم يريدون ان يبدلوا كلام الله، فانت يا محمد تقول لهم قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل، فسيقولون بل تحسدوننا بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا. تخيلي لما أدي تنزل، فالصحابة يقول لك يا عم ده بيتكلم على لسه، وإحنا فين الغنائم دي؟ ده إحنا راجعين يعني إيه على الحميد المجيد زي ما بيقولوا يعني. وبعد شهرين تحصل خيبر ويحصل نفس الكلام، فيثبت قلب النبي صلى الله عليه وسلم وقلوب الصحابة تزداد إيمانا بالله رب العالمين. فلما أقرأ قصص القرآن، قصص القرآن عبارة عن إيه؟ هي مثبتة للقلوب والأفئدة. معانا تليفونات، نبدأ ناخد أول تليفون منا. أهلا وسهلا. سمعيني؟ ألو السلام عليكم. أيوة حبيبتي، عليكم السلام، اتفضلي. إزيك يا دكتورة، عاملة إيه؟ إزيك يا حبيبتي، أهلا وسهلا. ممكن أتكلم سيدنا الشيخ؟ اتفضلي اتفضلي. إزيك يا شيخ، عامل إيه؟ الحمد لله في نعمة والله، الحمد لله. معلش أنا عندي استفسار صغير بس، ويعني عاملين لنا مشاكل كتير في حياتنا أنا وإخواتي. اتفضلي يا فندم. انا والدتي يعني والدي متوفي بقاله دلوقتي 8 سنين. الله يرحمه. سامعني؟ يا فندم اتفضلي. والدي متوفي بقاله 8 سنين دلوقتي، والدتي طول عمرها ماشيه غلط. يعني ايه ماشيه غلط؟ يعني بتعمل حاجات غلط، يعني لدرجه ان احنا شفناها عينينا ان هي بتعمل حاجات غلط، بتكلم ناس، بتطلع مع يعني مش عارفه اوضح قوي يعني. وباباكي يا منى لما كان عايش؟ والدي برضو ساعه ما كان عايش برضو احنا عملنا معاها مشاكل كتير بسبب كده. هو يعني باباكي يعني تمام، هو باباكي كان يعني لا ما كانش يعرف حاجه، احنا اللي كنا نعرف بس. انت عندك كام سنه يا منى؟ عندي 25 سنه. انت عندك 25 سنه والكلام بتقولي باباكي مات من 8 سنين؟ ومن قبل ما يموت وانت كنت بتتكلمي معاه، يعني انت كنت لسه عندك ايه 14 و15 سنه وحاجات كده؟ وكان قدام عينينا. بتتكلموا معاه على في وضع سنة. وضع غلط بيحصل من ماما، فانت كنت بتكلموه كنت بتشوفوا ده؟ كنا بنشوف ده، وكان هي بتتكلم قدامنا، ويعني هي مش عامله حساب لحد فينا خالص. ايوه. انت كبيره منا ولا في حد اكبر منك؟ ايه، هي كبيره ولا في حد اكبر؟ لا انا الكبيره في اخواتي. طب انت كنت بتقولي لبابا الكلام ده؟ لا ما انا مش عايزه اقول لبابايا عشان ما يحصلش مشاكل في بيتنا. طب انت لما بتكلمي ماما بتقولك ايه؟ لا انا اعمل اللي انا عايزاه وانا حره، انا اعمل اللي انا عايزاه، ما حدش يتدخل في حياتي. هو باباكي ومامتك كان في فرق سن بينهم ولا ايه؟ فرق كبير، باباكي كان كبير وهي صغيره. لا حوالي، لا هو كان في مشاكل قبل كده وكانت متجوزه قبل كده، لكن والدي انا اتوفى بقى كده اتجوزت ده. ده مش باباكي. لا وده برضو اتوفى برضو، بس يعني هو كان معانا كويس جدا، ما كانش بيعمل فرقه بيننا وبين عياله يعني. ماشي. طيب وانت دلوقتي سؤالك فدلوقتي ايه؟ من بعد ما والدي توفى، يعني هي عارفه واحد من ساعه ما هو توفى، فهي يعني بايعه الدنيا كلها علشان خاطره، يعني مش هاممها زعلنا، مش هاممنا كلام الناس علينا، مش هاممها اي حاجه. بقالها 8 سنين يعني. طب وما جوزتوش ليه بقى في الثمان سنين ده دول؟ ما احنا قلنا لها، احنا قلنا لها اتجوزي واللي انت عايزاه اعمليه، احنا ما حرمناش من حاجه خالص. ما حدش. الو، خط قطع. ماشي. يعني مشكله كبيره وان يعني الروايه دي صحت، فدي مشكله يعني مصيبه ان الام لا تبالي اصلا باولادها او ببناتها، خاصه ان هي واحده ست، يعني هي واحده ست وعندها بنت، فالاصل ان هي تحذر من الخطا اصلا يعني. وان كان مش المساله دينيا، لو احنا يعني هنقول يعني لو هي ملهاش علاقه بالدين، فعلى الاقل على الاقل احنا طبعا الدين رقم واحد عندنا يعني،
لكن لو هي مش مهتمه بالكلام ده، بس على الاقل ان هي يعني تخاف على اولادها عشان اولادها، عشان لو لا قدر الله حصل حاجه فيعني هتبقى دي مشكله كبيره جدا. وبالتالي خلينا ننطلق من الاول، هي اللي بتعمله ان صحت الروايه ان هي ممكن تخرج مع حد او تعمل كذا وكذا، هل ده يجوز شرعا؟ ده طبعا نوع من انواع المعاصي الكبيره جدا اللي احنا بنسميها كبيره من الكبائر، وهذا لا يجوز اصلا شرعا في دين الله عز وجل. والاصل ان المراه يعني تحفظ نفسها وتحفظ دينها، وهي القضيه قضيه اصلا حفظ الدين ما امر الله وامر به الرسول عليه الصلاه والسلام. والحاجه الثانيه اللي هي تحفظ نفسها، يبقى حفظ الدين ده مهم جدا، احفظ ديني اللي هو ما خالفش امر الله ولا امر النبي عليه الصلاه والسلام قدر الامكان قدر الاستطاعه. الحاجه الثانيه اللي انا احفظ نفسي، الحاجه الثالثه اللي انا احفظ ولادي. انا عندي ثلاث حاجات مهمه جدا يعني. طب وبالتالي سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام اصلا كان الحاجه الرابعه ده مهمه بقى، اللي هو احفظ حتى الناس، يعني شعور الناس قلوب الناس ان ما يدخلش فيها الشك والريبه. وده اللي كان بيعمله سيدنا النبي، على رسلكما انها صفيه. على رسلكم انها صفيه، ده انت رسول الله يعني وتقول للناس دي صفيه دي مراتي؟ ليه يا رسول الله؟ اصل الشيطان يجري من ابن ادم هيوسوس، ممكن واحد لا قدر الله يجي يقول لك هو ايه مين دي والنبي ماشي مع مين وبتاع. على رسلكما انها صفيه، فكان سيدنا النبي يحفظ حتى قلوب المسلمين. فاحنا عندنا اربع حاجات، حفظ الدين، حفظ نفسها هي، حفظ ولادها، حفظ. فتخيلي لما الخطا ده كله يبقى عملت ايه؟ خانت الله، خانت نفسها، خانت ولادها، خانت المسلمين. وبالتالي فالمعصية مركبة. وبالتالي بنقول لها لا، اقعدي معاها كلمي بالراحة، طيب والله عاجبك الراجل ده، خلاص خليه يتقدم ونتزوج ونخلص من الليلة دي مع اللي انت بتعمليه غلط، فتستغفري ربك من المصيبة اللي انت بتعمليها دي. طيب والله هي لم تستجب، يبقى انا اعمل ايه؟ على طول انا عندي الدليل، لو عندك دليل على طول تشوفي مين اللي ليه كلمة عليها. طب والله ده جده موجود، اكلم جده. طب والله ما جده مش موجود، في خالي، اكلم خالي، وهكذا. طب والله امي يعني هي كده، يبقى انا عندي حاجه اسمها الزجر بالهجر. زجر بالهجر، احاول انا اديها وش خشب زي ما بيقولوا كده، لا ماما خلاص يعني مش هعق امي، لكن من باب هي انا برضو في طريق البر، لكن اللي هو ايه بحسسها انا زعلان جدا منها. ودعي لها بقى بالهدايه، نسال الله ان يهديها يا رب. ربنا يهديها. يعني هي بتدمرت نفسها وولادها. مش احنا بنقول اربعه اهو بقى. اول حاجه خيانه لله، خيانه لنفسها، خيانه لاولادها، خيانه للمسلمين. طب احنا معانا تليفون. ام احمد اهلا وسهلا. ازيك يا استاذ دعاء؟ عامله ايه؟ اهلا يا حبيبتي، عليكم السلام، ازيك؟ اتفضلي. شكرا. معلش ممكن نسال الشيخ على حاجه؟ اتفضلي يا فندم. اتفضلي. ازيك يا حضرة الشيخ؟ الحمد لله. معلش يا شيخ انا عايز اسالك، ايه انا مثلا جوزي وثلثي متجوز، الاثنين متجوزين، وايه هم عندهم، كان عندهم بيت كبير يعني في البلد. معلش احنا مش فاهمين بتقولي ايه، مين اللي متجوزين؟ يعني جوزي انا متجوز، يعني جوزي في اخين متجوزين يعني واختين متجوزين، بس البنتين اتجوزوا في حياه باباهم ماشي، والاخين ما اتجوزوش في حياه باباهم وهم بايعين بيت. اللي هم سلايفك يعني، واحده سلايفك صح؟ هم اثنين اختين متجوزين واخين متجوزين يعني. سلايفك اخوات جوزي. اه سلايفي. أيوة ماشي، سلايفك متجوزين تمام. وبعدين البنات دلوقتي اصبحوا ان هم عايزين نصيبهم في البيت اللي انباع ونصيبهم في ارضهم وكده، بس إيه؟ يعني ايه البنات نصيبهم يتحسب ازاي يا حضره الشيخ؟ يعني مثلا حلال، يعني في شيخ قال ان لازم الورث يتقسم بعد ايه؟ اما حسب جوازه الولدين، لان هم اتجوزوا في حياه بعد وفاه باباهم. اه. والبنتين اتجوزوا في حياه باباهم. ومن البيت ومن الارض ومن الشغل وكده، ومن شغل برضه الصبيان وكده. فالصبيان برضه يطلع لها ورث من البيت يا شيخ ولا ما يطلع لهم شيء؟ ماشي يا حبيبتي. هي هو طبعا الكلام عام. يعني هي بتقول ان جوزها ليه اخين ولدين واختين بنتين، البنتين اتجوزوا في حياه باباهم، والولدين بعد ما باباهم مات اتجوزوا. ماشي. فهم اما دلوقتي البنات وكده عايزين حقهم بقى في الميراث في البيت يعني. ففي شيخ قال لهم احسبوا الاول جوازه الولدين واخصموهم خلاص، دول ما يتحسبوش، وبعدين قسموا على اساس ان في اتجوزوا في حياه باباهم اللي هو جوزها والبنات. طيب يعني انا ما اعرفش الشيخ قال الكلام ده بناء على ايه، لكن على اي حال مات الرجل انقطع عن الحياه، ترك مالا، المال اصبح ارثا.
يقسم على الورثة حسب الشرع الشريف. قضية اللي أنا بقى ما عندك أخوة أنتوا اتجوزتوا هو يجوزكوا، ما هو ده الأصل إن الوالد يجوز. خلينا ناخدها بالعكس، إن الولدين اتجوزوا في حياة الأب تمام، وبعدين مات الأب وفي بنتين ما اتجوزوش، هنعمل إيه؟ هنقول لهم خدوا ورثكوا برضه. طب وجهزنا يا مولانا وبتاع، جهزكوا أصلا كده فرضا، فرضا ملهاش علاقة بالورث بقى، أنا هقسم الميراث شرع كده فرضا، الشرع بيفرض ده على أخواتها. على امال للذكر مثل حظ الانثيين ليه؟ هو كده انا خدت للذكر مثل حظ ومشيت، ما انا بكمل في حياه بقى. في الحياه، الحياه عباره عن ايه؟ يا بنتي انت ملزومه من اخوكي غصب عنه قانونا شرعا، هو اللي هيجهزك، انت واخده بال حضرتك؟ فاحنا لو قسمنا يعني لو يعني عكسنا القضيه، طب دلوقتي البنات اتجوزوا، ما هو مين اللي هيجهزها؟ ما ابوها هيجهزها. طيب خلاص مات، اتفضل والله ارض، اتفضل بيت، اتفضل يجي 100,000، ما اعرفش انا بقى هيبقى ايه، نقسم المال ده ولا الارض ده او البيت ده حسب الشرع الشايف. قضيه لا استنوا جهزوا الاول. طب افرضوا مثلا الولدين دول جهزهم مثلا واتجوزوا بنص مليون والبيت ده مش مكمل نص مليون، نقول لهم شكرا كده خلاص ما فيش ميراث يا جماعه؟ ده لا، المساله مش كده خالص. امال المساله ايه؟ انا بقسم حسب الشرع الشريف، انت ليكي كذا وانت ليك كذا. طب الولدين يتجوزوا منين؟ دول رجاله يشتغلوا ويتجوزوا، افرض ما فيش ميراث هيعملوا ايه؟ بس اخواتنا اتجوزوا، ما ده فرض على ابوك اللي هو كان يتجوزهم، امال يسيب البنات كده؟ يعني هو البنات هم يعني اللي يشتغلوا ويجهزوا نفسيهم مثلا يعني؟ فانا ما اعرفش الشيخ بنى فتوته على ايه، لكن انا اللي انا بشوفه ده هو ما تعلمناه يعني. تمام. معانا تليفون استاذ عبد الله، اهلا وسهلا. ايوه اتفضل. ازيك يا استاذ؟ اهلا وسهلا. الشيخ احمد اخباره ايه؟ ده انا بقالي فتره عمال اتصل بيكم مش عارف، ده معجزه ان انا كلمتكم يعني. اهلا وسهلا الشيخ معاك اهو. الله يحفظك ربنا يكرمك. طبعا الشيخ انا لعلمك الخاصه بشوف البرنامج ده وفي الاعاده كمان ما شاء الله، بس في مشكله بقى، يا ريت يعني ارتاح تريحني نفسيا يعني. ربنا يريحنا نفسيا جميعا. امين. انا عندي المدام اولا بتضرب بضرب الحائط، وبعدين ما فيش خالص معامله ما يعلم بها غير ربنا، واخد بالك؟ وبعدين طبعا بتنزل من غير اذني، دي نقطة. والنقطة الثانية فيه المعاملة يعني زوج مع إيقاف التنفيذ يعني، وبتعامل معاملة مسيئة جدا يعني، واخد بالك؟ لدرجة إخواتها نفسهم بعدوا عنها يعني، ما من معاملتها اللي ما يعلم بها غير ربنا دي بعدوا عنها. وأنا أستاذ عبد الله حضرتك كلمتنا قبل كده صح؟ لا أول مرة أكلمك، ويعني تشابه الأسماء. حسن كلمتك قبل كده؟ حسيت من صوتك كده او من الحكايه؟ حسيتي يعني ايه؟ حسيتي يعني انا مثلا اكون كلمت قبل كده واقول لك انا ما اتكلمتش؟ لا لا، اصل هو صوتك حلو مألوف يعني. ايوه كان حضرتك يعني كلمتنا قبل كده، والقصه يعني برضو كاني سمعتها قبل كده، بس هي طبعا ممكن تكون قصص متشابهه في البيوت يعني. الو الو، طيب حاول تكلمنا تاني، كأن القصة مكررة، سواء هو أستاذ عبدالله نفسه اللي كلمنا أو مكالمات شبيهة. هي مكررة لدرجة أنها أصبحت مقررة. طيب تنصح الزوج والزوجة في الحالة دي بإيه؟ والله يعني واضح أن هم كبار في السن يعني، يتجهوا لربنا شوية وبتاع، والعمر ما بقاش فيه كتير يعني. نتجه لله عز وجل، ربنا يهدي. هو برضو في السن الكبير لازم الناس تستحمل بعض. طبعا طبعا. ربنا يهدي الأحوال في كل البيوت. وإحنا هنطلع فاصل ونرجع نكمل حلقتنا، خليكم معانا.